زملاء الوزراء سيد حكيم محمد وزير الاقتصاد والمالية، سيد الهادي العامري وزير التجهيز طريق الترابية والتنمية المستدامة. Pourquoi cette conférence aujourd'hui ? نذكر كونه الحكومة هذه دوب ما جات دوب ما دخلت أول حاجة عملتها هو لو دياغنوستيك التشخيص. سي لا بروميير شوز كي تي فات التشخيص قامت به بالطبع وزاره الماليه وتقاسمت دونك الحكومه الكل للتدقيق في الوضع الاقتصادي بصفه عامه وفي الوضعيه الماليه العموميه بصفه خاصه. حاضرين بخلاف على الجانب السياسي من وزراء خارجيه ومن رؤساء يعني الحكومات وايضا من ليو فونكسيونير، حاضرين معنا ايضا اكثر من 20 بايور دو فون اي انستيتيوسيون دو فينونسمون، منهم لا بنك مونديال، لا باد، البنك الافريقي، البنك الدولي، لو اف ام اي، صندوق النقد الدولي، يعني دي بايور دو فون دي انستيتيوسيون انترناسيونال اليوم اللي واثقين اللي كيكواف في الديمارش في منهجيه تونس. حاضرين ايضا اكثر من 27 ملتي ناسيونال اي فون دانفستيسمون، يعني سي دي اندستريال ولا دي انستيتيوسيون ملتي ناسيونال. حاضرين ايضا معهم ايضا حاضرين سته منظمات عالميه واقليميه. Que les investisseurs et les bailleurs de fonds, quels qu'ils soient d'ordre régional ou international, ils viennent en fait pour investir dans aucun des pays. Par contre, ils viennent voir est-ce que le pays a une vision claire, une démarche claire, une stratégie de développement ou non. وتطلب معالجة يعني جذرية وسريعة وآلية.